من المعلومات أو الاطلاع على الوثائق مين والتوجيه، وهو أيضا قسم أنا سعيد باستقبالكم في مؤسسة الأرشيف الوطني، وهي المؤسسة التي تحمي ذاكرتنا جميعا وتعمل على بقاء ذكر كل من قدم لهذا البلد وللإنسانية جمعاء خدمة مهما كانت ضئيلة، لأنها تضاف إلى خدمات الكثير من الناس فتصبح خدمات جليلة. وفي الحقيقة أنتم في بلدكم الذي أحببتموه كما أحببناه ودافعتم عنه كما دافعنا نحن عنه.